ننتقل الآن أيها الإخوة والأخوات، ننتقل إلى الوارثات من الإناث. الوارثات من ماذا؟ من الإناث. الوارثات من الإناث بنت وبنت ابن وأم مشفقة. يعني هنا نقول الميت هنا صالح، ونجعلنا ذكر. عندما ذكرنا الذكور جعلنا أنثى، عندما ذكرنا الإناث جعلناه ذكرا. نضعت على خطوط عشان نعرف أن المقصود أن هذا هو الميت. طيب ما هي القرابات التي حوله والترث منه؟ قال بنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن. هنا نقول بنت، البنت بعدين نقول بنت، بنت الابن. بنت الابن. طيب بنت وبنت ابن وأم مشفقة. هنا ننتقل إلى الأم. قال وجدة بنوعيها. هنا الجدة وتنقسم الجدة إلى قسمين. الجدة تنقسم إلى قسمين، جدة لأم، جدة لأم، وجدة لأب. الجدة يعني جدتك، جدة لأم وجدة لأب. يعني جدة من قبل الأم اللي هي أم الأم، وجدة من قبل الأب التي هي أم الأب. نقربها بالمثال. صالح تزوج برقية، فولد لهما مولود اسمه ماجد. صالح هذا له أب اسمه علي، وله أم اسمها خديجة. رقية هذه لها أب اسمه فهد، ولها أم اسمها علياء. أين جدات ماجد؟ أين جدات ماجد؟ هنا خديجة جاءت عن طريق صالح إلى ماجد، هذه جدة. عليا جاءت عن طريق رقية إلى ماجد، هذه الجدة الثانية. إذن هذه جدة لأب. وين جدة لأب؟ أين جدة لأب؟ خديجة. يعني جدة من قبل الأب اللي هي أم الأب على طول. الجدة لأب هي الجدة التي تصل إلى الميت من قبل الأب. هذا المقصود جدة لأب، يعني هي أم أبيه. هذا ماجد أبوه صالح. أين أم صالح؟ هي خديجة. إذن خديجة جدة ماجد لماذا؟ لأبيه. كيف لأبيه؟ يعني أن طريقها إلى ماجد هو الأب، أنها أم الأب. طيب عليا، عليا جدة لأمه، جدة ماجد لأمه. كيف لأمه؟ لأنها جاءت عن طريق الأم، فهي أم الأم. أم الأب جدة لأب. انتبهوا، أم الأب جدة لمن؟ لأب. أم الأم جدة لأم. لعله واضح إن شاء الله تعالى. مرة ثانية، ماجد صالح تزوج رقية وولد لهم ماجد. صالح أبوه علي وأمه خديجة. رقية أبوها فهد وأمها عليا. طيب كيف تصل خديجة إلى ماجد؟ تصل عن طريق أبيه، إذن هي أم أبيه. بالنسبة لماجد جدة لأنها أم الأب. إذن نقول جدة، يسمونها هذه جدة لأب اللي هي خديجة. طيب أما عليا فإنها أم ماجد،
إذن هي جدة لإيش؟ جدة لأم، يعني أم الأم تسمى جدة لأم، أم الأب تسمى جدة لأب. طيب إذن هنا صار معنا بنت وبنت ابن وأم وجدة لأم وجدة لأب. طيب هل هناك شيء آخر من النساء ترث؟ نعم، الأخت الشقيقة. الأخت الإيش؟ الشقيقة. أخت شقيقة. غير الأخت الشقيقة، أخت لإيش؟ لأب. غير الأخت لأب، أخت لإيش؟ لأم. طيب نوضح هذه شوي علشان ما تختلط بعضها ببعض. نوضحها بالمثال. الزكي تزوج امرأة اسمها نجلاء. تزوج امرأة اسمها نجلاء، فرزق بمولود اسمه محمد، ورزق بمولودة اسمها ناجية. ناجية. ناجية هذه أخت محمد إيش؟ شقيقة. لماذا؟ لأنهما اجتمعا في الأم وفي إيش؟ في الأب. طيب زكي هذا تزوج امرأة أخرى اسمها هند، ورزق منها ببنت اسمها صفية. صفية هذه بالنسبة لمحمد ماذا تكون؟ هي بنت أمه نجلة؟ لا، إن هي بنت أبيه، لكن أم هند لا علاقة له بها، إذن هي أخته من أبيه. أخته من أبيه، يعني طريقها إليها الأب. واضح الفرق بين ناجية وبين صفية؟ ناجية أخت شقيق، هذه أخت لأب، أخت لأب. إيش قلنا أخت لأب ليش؟ لأنها ما لها طريق يقربها إلى محمد إلا الأب زكي. طيب أما ناجية فنسميها أخت إيش؟ أخت شقيق. أخت شقيق. لماذا نسميها أخت شقيقة؟ لماذا نسميها أخت شقيقة؟ لأن لها طريقين إلى محمد، من طريق أمها نجلة ومن طريق أبيها زكي. إذن ما كان قريبا من جهة الأم والأب هذا شقيق، وما كان قريبا من جهة الأب فقط فهذا أخ لأم. طيب قدر الله أن زكي طلق نجلة، زكي طلق نجلة فتزوجت نجلة بمهند، رجل اسمه مهند، فرزق بمولودة اسمها عائشة. ما هي علاقة عائشة بمحمد؟ ما الذي يقرب عائشة إلى محمد؟ نجلة أم لمحمد وأم لعائشة،
لكن أبو عائشة مهند وأب محمد زكي ما لا علاقة. إذن هي أخت لإيش؟ أخت لأم. إذن نقول عائشة أخت لأم. نقول عائشة أخت لأم. إذن نقول هنا ناجية أخت شقيقة لأنها بنت أمه وأبيه. ونقول صفية أخت لأب لأنها بنت أبيه فقط وأمها غير. عائشة نقول أخت لأم لأن أمه نجلة هي التي ولدت عائشة لكن أبوها شخص آخر. أي طيب ماذا بقي؟ إذا قلنا صالح رجل ماذا سنكتب هنا؟ سنكتب الزوجة. ماذا؟ الزوجة. ثم نكتب هنا المعتقة. إذن نريد نعدها مرة أخرى. البنت واحد، بنت الابن كم؟ اثنين، الأم ثلاثة، الجدة من قبل الأم أربعة، الجدة من قبل الأب خمسة، الأخت الشقيقة ستة، الأخت لأب سبعة، الأخت لأم ثمانية، الزوجة تسعة، المعتقة عشرة. إذن صارت النساء الوارثات من النساء من الإناث بالبسط عشرة، والذكور بالبسط خمسة عشر. هل ممكن نعيد الذكور أو نعيد الأبيات قبل أن نعيد الذكور؟ بنت، أقول بنت وبنت ابن وأم مشفقة وجدة بنوعيها، يعني الأم والأب، وجدة بنوعيها كذاك المعتقة، والأخت من أي الجهات كانت؟ ثلاث جهات. الأخت ثلاث جهات، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم. وزوجة لفقد زوجها بكت، والأخت أيا كان قربها أتت، وزوجة لفقد زوجها بكت. لفقد زوجها بكت، هل البكاء يعتبر قيد أو صفة كاشفة؟ يعتبر صفة. خلاص بسم الله، انتهينا من الوارثين من الذكور والوارثين من الإناث أو الوارثات من الإناث، وهذا هو السؤال التطبيقي على الموضوع، بمعنى أن نحدد الوارث من غير الوارث، نحدد الوارث من غير الوارث. مراجعة سريعة، يعني نقول الوارثون من الذكور، الوارثون من الذكور فروع وأصول وحواشي، فروع وأصول وحواشي. أما الفروع فهم الابن وابن الابن، الابن وابن الابن. أما الأصول اللي هم الأب والجد. طيب الحواشي، الحواشي اللي هو الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. ما فيه ابن أخ لأم، الأبناء أبناء الأخوة بس اثنين. الجهة الثانية الأعمام اللي يصلون عن طريق جدك، العم الشقيق والعم لأب، ابن العم الشقيق ابن العم لأب. كم الأعمام؟ كم الأعمام؟ الأعمام اثنين، وأبناءهم كم؟ اثنين. طيب الإخوة لو سمحتوا، الإخوة ثلاثة لكن أبناءهم كم؟ اثنين. فانتبهوا، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، كلهم ذكور. طيب أبناءهم ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. طيب الأعمام،
العمام اثنين وابنائهم اثنين، الاخوة ثلاثة وابنائهم اثنين. عم شقيق عم لأب، ابن عم شقيق ابن عم لأب. طيب العم لأم يدخل؟ لا، عم لأم غير وارد. يعني إذن هؤلاء هم المحصورون. مرة ثانية نعيدهم، ومعهم الزوج ومعهم المعتق، نعيدهم مرة أخرى. الأصول أول شيء الفروع اللي هو الابن وابن الابن وإن نزل. الثاني الثالث اللي هو في الأصول الأب والجد وإن علا. الحواشي الإخوة، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، ثلاثة، والأبن كام؟ اثنين، ابن أخ شقيق وابن أخ لأب بس. طيب روح للأعمام، اذهبوا للأعمام. عم شقيق عم لأب، ابن عم شقيق ابن عم لأب، زوج معتق بس، لا تزيد عن هذا. هؤلاء هم الوارثون من الذكور، ما عداهم ليس بوارث. طيب انتقل معي رعاكم الله، انتقلوا معي رعاكم الله إلى الوارثات من الإناث. الفروع بنت وبنت ابن، بنت وبنت إيش؟ وبنت ابن، معنى بنت البنت ليست منهم، بنت وبنت ابن. هذه الفروع، وإن نزل الابن. هذه الفروع. الأصول، الأصول، الأصول الأم والجدة لأم والجدة لأب، الأم والجدة لأم والجدة لأب. يعني بنت، بنت ابن، أم، جدة لأم، جدة لأب، هذه الخمسة. أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم. في بناتهم يدخلن في الميراث؟ لا، ما يدخلن البنات، بنات الأخوات لا يدخلن في الميراث، ليس لهن حق من الميراث. لهذا نكتب هنا بنت، ابن، أخت شقيقة، بنت، أخت شقيقة. طيب نبدأ الآن في التطبيق. الأول هنا الأب، الأب ذكر. طيب من هم الوارثون من الذكور؟ قلنا الابن وابن الابن والأب والجد. إذن الأب منهم، فنسجل الأب. طيب العم الشقيق، الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. طيب والعم، العم الشقيق والعم لأب. إذن العم الشقيق من الوارثين، نقول عم شقيق. طيب انتقل معي إلى الخال. الخال ذكر ولا أنثى؟ الخال ذكر، لكن هل هو من الوارثين؟ نعد الوارثين، نشوف، ننظر هل هو منهم أو لا. خال، ابن، ابن ابن، أب، جد، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب، زوج معتق. مر مع الخال معنا ما مر؟ إذن الخال غير وارث، نجعله هنا، نقول خال. الباقي يكون واجب إن شاء الله تعالى، تقسمونه وتأتون به في الدرس القادم بإذن الله تعالى، بس نحن أخبرناكم بالطريقة وأنتم تقسمون إن شاء الله تعالى.